وفي اليمن حيث تكتسب المساعدات الإنسانية الكويتية أهمية كبرى لما تلعبه من دور كبير في الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء في اليمن. تعد الجمعية الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع المناطق وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني. تتعدد أوجه الدعم الكويتي السخي لليمنيين ابتداء من توفير الغذاء والإيواء للنازحين وبناء المستشفيات والمدارس والجامعات وحفر الآبار وكافة متطلبات البنية التحتية، حيث يمتد هذا الدعم منذ ستينات القرن الماضي. إسهامات الكويت منذ القدم إسهامات كبيرة، مؤخرا أو في الأعوام القليلة الماضية ساهمت الكويت إسهام كبير في دعم العديد من مجالات العمل الإنساني في عدة محافظات في كل محافظات الجمهورية اليمنية. تبقى دولة الكويت هي المتربعة على عرش العمل الإنساني لحجم ما تجود به دون غيرها ومد يدها لكل المحتاجين في العالم، لا سيما اليمن التي لاقت نصيبا من هذا العطاء الذي لا ينضب، في ظل رعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. الكويت لها مساهمتها الكبيرة والمشهودة في المجال الإنساني، في المساعدة الإنسانية، في الإغاثة الإنسانية، تدخلات في مساعدات الشعوب المنكوبة. فهؤلاء النازحون من جراء الكوارث الإنسانية في اليمن لم يعرفوا عن دولة الكويت إلا العطاء المتجدد والذي يشمل كل اليمنيين، سواء بتقديم المساعدات المباشرة أو تلك المشاريع التي تعيد إصلاح البنية التحتية. تستند دولة الكويت في دعمها لليمنيين لتاريخ عريق من تقديم العطايا ابتداء منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن، لتمتد يدها في كافة المشاريع الخيرية امتدادا من المشاريع التنموية والبنية التحتية أو حتى فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية. مروى النبيل، لتلفزيون دولة الكويت، عدن.